عمتو مساء معكم موجز بشأن العراقي. السيستاني يتخذ جانب المتظاهرين ويرفض الاتجاهات الإقليمية الخارجية مشيرا إلى إيران. وقاسم سليماني يتوعد المتظاهرين بتفريقهم مهما كان الثمن ويطالب ميليشيا الحشد الشعبي في لبنان. المواطنون يصطفون في طوابير أمام المصارف اللبنانية لسحب أموالهم ومدخراتهم. فإلى أين يتجه لبنان؟ هل إلى الإفلاس؟ أم لمواجهة هذه الأزمة المالية؟ وواشنطن تحجب مساعدات أمنية مالية بقيمة 105 مليون دولار عن الحكومة اللبنانية. وللأسبوع 37 على التوالي يصمد المتظاهرون في الساحة لإثبات حقهم في مطالباتهم المشروعة. ومن المتوقع زيادة عدد المتظاهرين لتزامنها مع الذكرى السنوية لثورة الاستقلال في الجزائر، حيث استقل الجزائريون من الاحتلال الفرنسي في العام 1962 وخسروا خلالها العديد من الشهداء وسميت أنذاك ببلد المليون ونصف المليون شهيد، ولكنهم ربحوا استقلالهم. شكرا على المتابعة. وفي ملخص هذه النشرة، محك جلدك مثل ظفري فتولى أنت جميع أمرك.